مساكم الله بالخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم، سعداء بهذا التواصل الجميل مع برنامج مشوار. ونقول لكم بارك عليكم الشهر، وكل عام وانتم بألف خير. كل يوم عندنا مشوار رياضي جديد مع ضيف رياضي طبعا بمختلف الرياضات. اليوم راح يكون معنا ضيف من منتخب الطيران الشراعي. منو هو وشنو تخصصه؟ راح تعرفون كل هذا من بعد هذا الفاصل. عودة جميلة معكم مشاهدينا، ويسعدني أرحب بضيفي الرياضي عيسى القلاف، ممثل اللجنة الكويتية للرياضات الجوية، وطبعا يمثل منتخب الكويت للطيران الشراعي. كل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر. علينا وعليك إن شاء الله ينعاد، وينعاد إن شاء الله على الأمة الإسلامية والعربية. آمين يا رب الخير إن شاء الله والبركة. نبي نعرف عيسى بحلول شهر رمضان الكريم، وين تروح وين ترد؟ شنو خططت بشهر رمضان؟ شنو بتسوي؟ طبعا شهر رمضان طبعا الواحد أهم شيء زيارات الأهل، الدواوين ما دواوين وهالأمور هذه، يعني حلو يغير جو. غير جو أجواء رمضان مع الأهل، يعني دائما رمضان الواحد يخصصه يعني ياخذ بريك، فدائما يعني خلينا نقول له طقوس خاصه، يروح يزاور الاهل، غير الدواوين، في بعض الاشياء اللي هو يحب يسويها مثل الرياضه، يتحرك، خصوصا احنا صيام يعني نص الوقت. نعم طبعا الفتره اللي الواحد يقدر يمارس فيها الرياضه بهالوقت رمضان يعني يكون قبل الفطور فتره يعني بسيطه، يعني ساعه ساعه ونص تقريبا، عشان يمدي لا يعطش مثل ما انتم شايفين الجو حار. الجو حار شوي صح. إيه نعم. فحلو الواحد شوي يعني خلينا نقول يمشي الوقت برياضه، هم بعد يحافظ على لياقته البدنيه. زين انت ما شاء الله عليك تميزت بالطيران ودشيت هالمشوار هذا وهالمجال هذا، اكيد من حبك لهالمجال وابدعت فيه، فودي اعرف بداياتك، من اللي شجعك؟ من اللي دلك هالطريق؟ من اللي قالك يا عيسى تعال دش ويانا؟ فخلينا نعرف قصتك من البدايه. نعم طبعا بالبدايه كنت احب اي شيء متعلق بالطيران، يعني كنت اطير بالبدايه، كنت اطير اللي هو الكايت، طيارات الكايت الباراشوت، فمنها شوي شوي تطورت الهواية هذه لما وصلت مرحلة إن الطيران اللاسلكي اللي هو الآر سي، وبلشت أطير الطيارات فترة تقريبا ليل 2004، وقفت النشاط فترة طويلة، ومن بعدها وأنا ماشي طبعا بالخطوة اللي أشوف على طريق 298 الطيارات كانوا موجودين الشباب، وعلى طول رحت الموقع هناك ما تأخرت حتى دقيقة واحدة. إن شاء الله عليك تشجعت. على طول تشجعت وشفت إن هذه هوايتي وهذا المكان اللي راح يناسبني 100%. فيوم رحت هناك شفت الشباب قاعد يطيرون، سألتهم، استفسرت عن هالطيران هذا، شنو الخطورة اللي بالطيران هذا، إذا كنت مثلاً حاب ألتحق معاهم مثلاً بالفريق أو بالمنتخب، فالشباب ما قصروا معاي وجربت أول مرة معاهم، فكانت تجربة وايد حلوة، وهذا اللي خلاني شجعني على الشيء هذا أكثر، ندش بهالمجال هذا. إذا ما حاشتك رهبة وخوف شوي؟ يعني خصوصاً أن الطيران الواحد لما وده يجربه، يعني أنا جربت للأمانة أو شيء كنت خايفة، بس لما انطرت لا، معني أنا خاف من الارتفاعات، فشفت أن يعني شيء وايد حلو، يعني وحتى جربته مرة ودي أجربه ثاني مرة وثالث مرة. نعم طبعاً بالبداية أكيد كانت فيه رهبة، يعني أول ما أطير قاعد أقول شنو اللي راح يصير يعني بالطيران، هل بعد طبعا ما تباحثت ان فيها سيفتي 100%، فهذا اللي خلانا اطمن واطير. فيوم طرت فيها احس انه يعني عادي، طيراننا ما في اي خطوره، ما في اي يعني، على حسب طبعا الطيار نفسه، هل انه هو راكب بالطيران او مثلا مستهتر بالطيران. استهتار ودرفت هذه يمكن دخلت خطوره اكيد بالطيران. فاهم شيء ان الواحد يكون اكيد لابس خلينا نقول السيفتي، الجاكيت، الخوذه، عشان يتفادى لا سمح الله اي خطوره. زين انت ما شاء الله عليك مثلت الكويت وشاركت في بطوله اسيا يمكن بتايلاند او بوكيت، فكلمنا عن مشاركتك، شلون استعدت لها نفسيا، شلون جهزت حتى الطياره الخاصه فيك. نعم كبدايه كانت عندنا معدات بسيطه اللي شاركنا فيها بطوله بوكيت 2014. طبعا هذا كانت الفكره منها ان يعني احنا اول شيء الاحتكاك مع لاعبين ابطال العالم، ومنها كسب الخبرات، منها نعرف شلون احنا شلون نبلش التاسك وشلون ننهي التاسك نفسه، عشان نكثف على التدريبات وقت حق البطولات بالمستقبليه، يعني البطولات الجايه وكذي. والحمد لله يعني تدربنا وكثفنا تدريبات، والشباب مو مقصرين اي شيء من ناحيه الاسئله، من ناحية المعدات المناسبة للطيران حق البطولات، يعني خاصة أن خلاص وصلت مرحلة البروفيشنال، يعني
ما شاء الله عليك اكيد بروفيشنال، وصلت بعد لمشاركتك يمكن الثانيه في بطوله اسيا وتحديدا بماليزيا. هني اعتقد تطورت الطيارات من بعد ما جربتوا اول تجربه وتبادلتوا الخبرات، فشلون كانت المشاركه الثانيه؟ اكيد كان في فرق بين الاولى والثانيه. نعم طبعا اكيد، اول بطوله كانت معدات مثل ما قلت لك ان مكايننا كانت وايد صغيره بسيطه. بعدها طبعا اخذنا المعدات المناسبه بعد ما شفنا هناك الاجواء بشكل عام يعني، والمحركات اللي كانت عندهم، الاجنحه اللي كانت عندهم، هذه كلها طبعا فرقت معنا. فاحنا يوم اخذنا الاجنحه اللي هي الصغيره فهني بلشنا اللي خلاص مرحله الاحترافيه ودشينا بهالمجال هذا، والحمد لله يعني حتى كانت مشاركتي بوكت كنت يعني كان عندي هدف ان بوصل هناك ابي اخذ مركز، ما راح ارد الا معي ميدالي او انه معي كاس وشغلتي. الحمد لله وخذيت المركز الاول، حصلت على المركز الاول، هذا بجهدك وتعبك يعني، خصوصا لما انت تثابر اكيد ويكون عندك هدف رئيسي توصل له من خلال ما شاء الله عليك الصعوبات اللي مريت فيها واجتزت هذه الصعوبات بكل احترافيه. راح اتكلم معك اكثر واكثر ودش شوي بخصوصياتك بس من بعد هذا الفاصل. وأجمل عودة معكم مشاهدينا، ولازال مشوارنا يبتدي مع عيسى القلاف الكابتن المميز بطيران الشراعي. للحين مشوارنا وياك يعني والحديث طويل بعد، لما ندش بخصوصياتك أكثر، بس قبلها ودي أعرف شنو موضوع ما شاء الله بطل العالم اللي استعنتوا فيه في تدريباتكم هنا بالكويت. نعم طبعا احنا مثل ما قلت لك كبدايتنا احنا نبي نزيد نطور من نفسنا أكثر وأكثر، فيعني مهما كان لازم يكون في خبرة زيادة، والخبرة هذه يبناها طبعا يبنى المدرب عندنا اللي هو بطل العالم، وكثف علينا وسوينا مضمار خاص فينا حق تدريبات بطولة العالم اللي هي على البحر. طبعا أول مرة يصير الشغلة هذه بالكويت إنه يصير مضمار بحري كسيفتي حق الطيارين، ومنها يعني الواحد حتى لما يطير مثلا فوق الماء شوي يعني يكسر الرهبة اللي فيه، غير إذا كنت مثلا طرت ببر. حلو ممتاز، أنا العكس، إذا طرت وياكم ببر أهون من البحر لأن الواحد شوي يخاف ويحاتي. إنزين أنتوا يعني لكم بعض التدريبات اللي تسوونها هنا عندنا في بعض مناطق الكويت، وين تروحون تتدربون سواء كان بحريا أو جويا؟ يعني نبي نعرف الأماكن البرية أو البحرية الممتازة اللي تقدرون تطيرون فيها. نعم طبعا الأماكن احنا مصرح فيها عندنا الطيران، طبعا التصريح من الطيران المدني اللي هو طريق 298، لأن هناك مكان مخصص حق الطيران، الكل عارف هالمكان هذا عشان مثل المكان الرسمي لنا يعني. حلو. فهالمكان هذا احنا يعني نطير من عند البر مكان الرنوي مالنا، نطلع اتجاه البحر نبلش تدريبات مالتنا هناك. ممتاز حلو، فيكون تدريبات يعني باستمرار حتى الحين بشهر رمضان احنا قاعد تدربون عيسى قاعد تروحون ولا لا؟ صيام وما لكم خلق شوي نعم. بريك. نعم طبعا الشباب ما شاء الله عليهم شغالين مو واقفين، بس من ناحيتي انا شوي يعني كظروف العمل شوي وعندي ظروف خاصة فيني، التزامات شوي البيت وهذا والجو شوي حار بعد شوي موقف انا. ممتاز ناطرين بس الجو شوي برد وتنطلق ها؟ اي اكيد ما يبي له. زين نبي نعرف ما شاء الله سر لياقتك البدنية، يعني بدش شوي خصوصياتك، اكلك شنو تاكل؟ شنو تحب خصوصا احنا برمضان؟ هل انت تتبع نظام غذائي معين او اكل خاص فيك؟ لا طبعا الاكل انا الصراحه فاتح اكل، ما اوقف الاكل نهائيا يعني اي شيء قدامي اكل عادي. بس ما شاء الله عليك محافظ يعني. محافظ طبعا، بس اهم شيء عندي الرياضه. الرياضه مهما اكلت بس لازم يكون مثلا الرياضه موجوده، سواء قبل الفطور او بعد الفطور لازم امارس الرياضه، حتى لو كان مشي. حتى لو امشي لساعة ساعتين هذه بحد ذاتها حركت ونشط. وين تمشي بالمجمعات؟ الحين حار ما في الا مجمعات. اكيد ما في غير المجمعات الوقت الحالي هذا. حلو ممتاز. انزين هل انت باستمرار يعني خلينا نقول اول باول تتابع يعني اي تطور يصير بالطيران، خصوصا يعني في طيارات تصير فيها اجهزه جديده يعني حديثه، فشلون يعني قدرت انت تتابع هالشيء هذا اول باول تواكب التطور اللي موجود عندك؟ نعم طبعا اول شيء خبره الشباب ما شاء الله مو مقصرين معي باي شيء، اي سؤال على طول القى له جواب، واذا ما لقينا الجواب نجتمع ونشوف مثلا ندش عن طريق النت نشوف نتباحث نسال. حلو. فهذا الشيء اللي خلينا مثلا حتى لما مثلا ندش بتمرين معين او حركه جديده او شيء تعرفون، فلازم نكون ندرس هالشيء قبل لا نطبق هالشيء هذا، خصوصا ان عندنا انواع كثيره يمكن من الطيران الشراعي، كل نعم. طياره لها اجهزه معينه خاصه فيها. اكيد لازم الواحد يباحث ويشوف شنو التطورات، شنو في شيء جديد مثلا
حق هالمجال الطيران يعني. طيارتك شنو نوعها؟ انا طيارتي البراموتر. البراموتر حلو. زين شنو تنصح اللي حاب انه يجرب البراموتر؟ اهم شيء شنو؟ اكيد اهم شيء السيفتي. السيفتي رقم 27 اهم شيء. 27 خذت منو؟ خذت كابتن طالب العطار. نوجه له تحيه، عجبتني خلاص راح اخذها وياي. تستاهلينها. خصوصا لونها البرتقالي مميز. زين الخوذه لازم، لان اكيد الرياضه هذه لها خطوره معينه، فاللي ما يلتزم يمكن تحدث له بعض الاصابات لا سمح الله. اكيد طبعا عندنا الشغلة الأساسية عندنا الهلمت، عندنا اللبس، عندنا تكروين أذكم الله البساطير لازم تكون خاصة للطيران، ما تكون مثلا تكربون جوتي عادي، لازم يكون فوق المستوى الأنكل مال الريل، أساس أنه مثلا يبي لها الهواية يبي لها ركض زيادة. حلو. فممكن تلف الريل أو شغلة شيء فينصاب اللاعب. لا سمح الله. إذا صارت معك مواقف طريفة يعني خلينا نقول مشاركاتك سواء كانت برا او داخل الكويت. والله اول مشاركه لي طبعا اكيد كبرها كانت طرفه كانت لي انا. حلو. اللي اول طيران حقي كانت عندي تقريبا 5 ساعات طيران، يعني ما كان عندي ذاك الخبره بالطيران. ايوه. فالحمد لله يعني جربت الاجواء مو مثل اجواء الكويت هنا، يعني اجواءهم هناك كلها جبال شجر، ف يعني استمتعت وايد، خذيت سيلفي وايد هناك. نعم استمتعت هناك وهم بعد ما اخفى عليك، يعني هم كان كالبدايه كان في خوف. يعني اول مره اطير بهالاجواء هذه بهالاماكن هذه، بس لله الحمد يعني تجربه حلوه. تجربه حلوه وتعلمت من نوعها يعني خلينا نقول. ممتاز. عيل بختم معك، شنو الطبق القريب من قلبك اللي تحب تشوفه على الفطور؟ ما يبي الا التشريبه. تشريبه ها، عيل جهز التشريبه. اذا ختامها مسك وياك عيسى القلاف، اذا حاب توجه كلمه للمشاهدين شنو ودك تقول؟ والله يقول حياهم الله اللي حاب يجرب هالهواية. طبعا ما نحكم احنا اذا مثلا كان سواء مثلا رجل او امرأة حابة تجرب هالهواية، المجال مفتوح حق الكل، يعني مو شرط انه يكون لازم ريال عشان يدش معانا مثلا لجنة او يدش هالهواية هذه. حلو. الهواية هذه حق الكل، مفتوحة للبنات مفتوحة للكل. اي نعم، واللي حاب يجرب حياه الله الموقع 298 وان شاء الله راح يجرب وراح يستمتع بالاجواء ان شاء الله. اذا بادروا، هذه دعوه جميله من الكابتن عيسى القلاف، لا تفكم هذه التجربه اللي انا جربتها. يعطيك الف عافيه وقواك الله. الله يسلمك. اذا مشاهدينا وصلنا للختام، على امل ان شاء الله نلتقي معكم في برنامج مشوار باكر بنفس الحزه. اشوفكم على خير، مع السلامه.